السلام عليكم، ده الدرس رقم 11 من كورس الماتريال. ان شاء الله النهارده هنكمل كلامنا عن الخاصيه الاولى من خواص الفريش كونكريت او الخرسانه الطازجه اللي هي الوركابيليتي او القابليه للتشغيل. اتكلمنا الدرس اللي فات عن تعريف الوركابيليتي ودينا مقدمه سريعه عنها، وصلنا لنقطه ازاي نحسن الوركابيليتي، وقلنا ان احنا عشان نعرف نحسن ازاي من الخاصيه دي لازم نعرف الاول ايه العوامل اللي بتاثر على الوركابيليتي، وكانوا تقريبا 7 عوامل. اخذنا منهم العامل الاول اللي هو الركام وتاثير شكله وحجمه وتدرجه الحويبي ومدى خشونه سطحه على الوركابيليتي. وقلنا بشكل عام اني لو عايز احسن الوركابيليتي عن طريق الركام يستحسن اني استخدم ركام كروي، ويستحسن ان الركام يكون ناعم، وان الماكسيمم نومينال سايز ما يكونش كبير او يكون في الحدود المسموح بيها، واني اراعي الجريدنج بتاع الحويبات. تاني حاجه بتاثر بشكل كبير على الوركابيليتي هي الووتر اند سيمنت ريشيو، او نسبه محتوى الماء للاسمنت، او نقدر نقول المحتوى المائي بشكل عام. اخذنا قبل كده في درس الميكس ان ووتر اللي هو اخر درس في الشابتر الاولاني العلاقه بين القابليه للتشغيل ومقاومه الخرسانه والمحتوى المائي، وشرحنا بالتفصيل وقلنا ان كل ما بيزيد المحتوى المائي او نسبه المياه الاسمنت كل ما بيزيد الوركابيليتي وكل ما بتقل المقاومه. وطبعا بما ان المقاومه بتاعتنا بتقل فدي تعتبر اسوأ طريقه اقدر احسن بيها الوركابيليتي، واغلب الكتب والمراجع العلميه هنلاقيها بتقول اننا لازم نخلي الحل بتاع زياده المياه لتحسين الوركابيليتي اخر حل نلجأ له، ونحاول بقدر الامكان تحسين الوركابيليتي بطرق افضل زي اننا نغير نوع الركام او الاسمنت، او نضيف اضافات معينه زي ما هنعرف بعد كده، او اننا نغير في التمبريتشر او في طريقه الصب او زمن الصب. اي عامل بيأثر على الوركابيليتي ممكن من خلاله اني احسن الوركابيليتي، لكن العامل دي بتأثر بدرجات متفاوته، يعني مثلا تأثير شكل حبيبات الركام تأثير طفيف بالمقارنه بتأثير زياده الميه، لكن تأثير شكل حبيبات الركام وان احنا مثلا نختار حبيبات كرويه تأثير ممكن ما يكونش ليه ضرر كبير قد الضرر اللي ممكن ينتج عن اني ازود محتوى الميه. فيا ريت يا ريت ما نزودش محتوى الميه نهائي الا لما نكون حاسبين الزياده في تصميم الخلطه وحاسبين المقاومه هتقل قد ايه. المنحنى اللي قدامنا بيبين لنا العلاقة بين زيادة المحتوى المائي وتدهور في المقاومة، وده تم عن طريق مجموعة من التجارب المعملية على خرسانة عادية مكوناتها ثابتة، وكانوا بيزودوا نسبة المية في كل مرة، ولقيوا ان نسبة المية الى الاسمنت لو زادت معاك عن 0.6 الخرسانة مقاومتها هتنزل عن 20 ميجا باسكال او 200 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير، وده رقم تقريبا بيمنعه الكود المصري انك تشتغل بيه في المنشآت السكنية العادية. إذن حل زيادة المية ما ينفعش تاخده إلا في حدود ضيقة، وده طبعا بشرط إنك تكون عامل تصميم خلطة صحيح وحساباتك دقيقة، وده طبعا هنتكلم عنه في درس الكونكريت ميكس ديزاين إن شاء الله. طيب تاني تأثير هنتكلم عليه هو تأثير نوع الأسمنت على القابلية للتشغيل. الحقيقة إن تأثير الأسمنت مش كبير قوي زي تأثير الأجريجيت مثلا، وأحيانا كمان بيكون غير محسوس بالمرة، لكن إحنا لازم نعرف على الأقل إيه اللي ممكن يحصل لو غيرنا نوع الأسمنت الخلطة خرسانية بالنسبة لخاصية القابلية للتشغيل. بالفعل تمت بعض التجارب على استبدال الأسمنت البورتلاندي العادي في خلطة خرسانية بأسمنت سريع التصلب أو Rapid Hardening Portland Cement، وحاولوا يشوفوا إيه التغير اللي حصل في الوركابيليتي، لقيوا إن في نواتج عكس بعض كتير، أحيانا الوركابيليتي بتزيد وأحيانا بتقل، ولكن لو فكرنا في الموضوع هنلاقي إن الاتنين صح. إزاي؟ الأسمنت سريع التصلب حويباته أنعم بكتير من الأسمنت البورتلاندي العادي، ولو تفتكروا فاحنا قلنا قبل كده إن كل ما الحويبات الداخلة في الخلطة الخرسانية سواء كانت ركام أو أسمنت كانت أنعم، كل ما كانت الخلطة سهلة في التعامل معها، يعني more workable. بالتالي لما نستخدم أسمنت سريع التصلب الخلطة الخرسانية قابليتها للتشغيل بتزيد. ولكن من جهة أخرى ما تنساش أننا لما نستخدم حويبات أسمنت أنعم يعني أن مساحتها السطحية زادت، ومعنى كده أنها هتحتاج مية أكتر عشان تتفاعل، وإحنا قلنا قبل كده أن المية ليها وظيفتين، التفاعل مع الأسمنت وتحسين الوركابيليتي. فلو المية المطلوبة للتفاعل مع الأسمنت زادت هنقلل من المية المطلوبة لزيادة الوركابيليتي، بالتالي الوركابيليتي هتقل. طب إحنا نتكلم عن تأثير الأسمنت ليه مدام تأثيره متغير ومش مضمون؟ ممكن نقول انه من باب العلم بالشيء او من باب فهم العلاقة بين المية والاسمنت. بالنسبة لتأثير نوع الاضافات المضافة للخلطة الخرسانية طبعا تأثير كبير جدا جدا جدا، في انواع اضافات معمولة فقط من اجل تحسين الوركابيليتي زي البلاستيسايزرز الملدنات والسوبر بلاستيسايزرز الملدنات فائقة الجودة واضافات الهواء المحبوس، ودول بيحسنوا القابلية للتشغيل بشكل كبير، ولكن خلينا نتكلم عليهم لما نوصل لشابتر الاضافات عشان نتعرف على الاضافات الاول قبل ما نعرف تأثيرها. طيب في حاجة تانية بتأثر على الوركابيليتي هي طريقة النقل والتعامل مع الخرسانة،
اول حاجه طريقه نقل المكونات نفسها. لو مثلا نقلت الاجريجيت معرض لاشعه الشمس وعملت له ستورج او تخزين في مكان معرض لاشعه الشمس، فانا كده بقلل من المحتوى المائي الموجود في حبه الركام وبخليها تسحب ميه من الخلطه، وبالتالي بتاثر على الوركابيليتي بالسلب. لو انا كميات الميه اللي بيتم خلطها اتعرضت للشمس او للخلط هتتبخر وبالتالي هتقل، وبالتالي الوركابيليتي هتتاثر بالسلب. اما بالنسبه لعمليات خلط الخرسانه، فمن المهم ان الميكسرز اللي انت شغال بيهم يكونوا نضاف، وكل الادوات اللي بتتم بيها عمليه الخلط نظيفه، لان اي مواد خارجه ممكن تاثر على الوركابيليتي. لو انت بتجيب خرسانه جاهزه فنفس الكلام لازم يكون بالنسبه للشاحنات اللي بتنقل الخرسانه. لو تفتكروا في اول درس الوركابيليتي في الفيديو الاول كنا اتكلمنا عن اربع عمليات مهمه، هما الترانسبورت والفلو والكومباكشن والفينشنج. الاربع عمليات دول لو تم عمل كواليتي كنترول عليهم فاحنا كده بنحافظ على الوركابيليتي بتاعتنا سليمه، اما لو حصلت مشاكل فيهم فالوركابيليتي هتتاثر بالسلب. من العوامل اللي بتاثر على الوركابيليتي هو عامل الوقت. بعد خلط مكونات الخرسانة بالمية بيكون في فترة بتمر بيها الخرسانة بالعمليات المختلفة اللي بتتعمل عليها زي النقل والصب والكومباكشن والفينشنج. الفترة دي كل ما بتزيد كل ما بتأثر الزيادة دي على الوركابيليتي بالسلب، وده ناتج عن عدة أسباب زي إن المية هتبتدي تتفاعل مع الأسمنت وهتقل، وزي إن في بعض من المية هيحصل له إيفابوريشن أو تبخر، وزي إن ممكن يكون في بعض حبيبات الركام ما وصلتش للحالة الفولي ساتوريتد اللي اتكلمنا عليها في دروس الركام، فبالتالي بتاخد من محتوى المية. كل الحاجات دي بتأثر بالسلب على الوركابيليتي، وعشان كده لازم نقلل من الفترة اللي بين الخلط وبين الصب عشان الوركابيليتي ما تتأثرش. طب بالنسبة للي بينقل الخرسانة لمسافات طويلة تاخد وقت طويل، ده لازم يبقى عامل حسابه ان الوركابيليتي هتقل بشكل او باخر، وبالتالي بقى يتصرف، يعني يكون مصمم خلطة على الوركابيليتي اعلى، او يكون حاطط اضافات تحسن من الوركابيليتي، او اي حل من الحلول الاخرى. المهم يعني انه يكون عارف ان الوركابيليتي هتتأثر بالسلب. نيجي لآخر تأثير معانا، ألا وهو تأثير درجة الحرارة على قابلية الخرسانة للتشغيل. درجات الحرارة في كتير من الأحيان بيبقى ليها تأثير على كتير من خواص الخرسانة، يعني مثلا في البلاد الباردة جدا زي شمال روسيا لو صبيت خرسانة عادية الخرسانة دي هتواجه مشاكل كتيرة، منها مثلا ان تفاعل الأسمنت مع المية هيبقى بطيء جدا والخرسانة هتكتسب مقاومتها بعد وقت كبير نسبيا. أما لو انت في بلاد درجة حرارتها بتوصل ل 45 درجة مثلا، فهتلاقي مشكلة تانية ان الخرسانة بيحصل لها شك ابتدائي سريع جدا، ده غير ان المية بيحصل لها evaporation وبتفقد كتير جدا من محتواها، وده بيأثر بالسلب على الوركابيليتي. فانت بتضطر تغير من مقادير ومواد الخلطة الخرسانية بتاعتك طبقا للتغيرات المناخية اللي بتحصل حواليك. وبالتالي نستفاد من الكلام ده ان تأثير ارتفاع درجة الحرارة على قابلية التشغيل بيبقى سلبي، يعني لو عايز تطلع خلطة خرسانية بوركابيليتي عالية اوعى تصب في درجة حرارة عالية. يبقى تلخيص اللي قلناه ده ان في بتاع سبع عوامل بتأثر على الوركابيليتي، لو عايز احسن الوركابيليتي اقدر اغير والعب فيهم براحتي بحيث يطلعوا لي وركابيليتي عالية، زي مثلا اني استخدم راوندد اجريجيت او سموث اجريجيت والمقاس الاعتباري الاكبر يكون في الحدود المسموح بيها، او زي اني استخدم نوع اسمنت عادي مش واحد يسرع الوركابيليتي بالسلب، او زي اني احط اضافات تحسين الوركابيليتي، او اخلي العمليات اللي بتتم على الخرسانه زي الترانسبورت والفلو والكومباكشن والفينشنج تتم بكواليتي كنترول عاليه عشان ما تقللش من الوركابيليتي بتاعتي، واخيرا اراعي زمن توصيل الخرسانه واراعي اني ما صبش في اوقات درجات الحراره العاليه. اتكلمنا عن الوركابيليتي بما فيه الكفاية، واتكلمنا عن امتى بتعلى وامتى بتقل وامتى بتتحسن وامتى بتسوء، لكن ما اتكلمناش عن ازاي اعرف ان الوركابيليتي عالية ولا قليلة، يعني ايه المقياس بتاعها، او بمعنى علمي ايه التجارب اللي عاملها على الخرسانة اللي تقول لي ان الوركابيليتي عالية او قليلة. مع الوقت ابتدت ابحاث كتيرة جدا تتكلم عن الوركابيليتي، ابتدوا برضو العلماء او علماء كتير جدا يعملوا تجارب تقيسها، بس المشكلة ان التجارب دي كانت بتحتاج أجهزة كتير وأحيانا كميات كبيرة من الخرسانة. في تجربة من التجارب كان عملها العالم بلومر كانت بتحتاج حوالي 3 متر مكعب من الخرسانة. تخيل انت مثلا بتصب 10 متر مكعب خرسانة تاخد منهم 3 عشان تعمل التجربة، طبعا ده شيء غير عملي بالمرة. كتير من التجارب تم عملها لحد ما وصلنا إلى حوالي أكتر 5 تجارب عمليين ممكن يتعملوا بسهولة. التجارب دي هي slump test والcompaction factor test والflow test والkillibolt test والفي بي كونسيستوميتر تيست. طبعا احنا مش هنتكلم عن الاختبارات دي دلوقتي لان في شابتر كامل هيبقى بيتكلم عن الاختبارات بتاعه الخرسانه ومكوناتها بشكل عام، ولكن مفيش مانع اننا نقول نبذه مختصره عن السلام تيست لانه من اشهر الاختبارات اللي هتقابلها في الكورس ده كله واهمها.
الاختبار هدفه اننا نحدد مدى قابلية التشغيل للخرسانة عن طريق اننا نحدد مدى هبوطها. كيفيته اننا نشكل الخرسانة على شكل مخروط بأبعاد معينة، وبنترك الخرسانة تهبط هبوط حر تحت تأثير وزنها، وبعد كده بنقيس مقدار الهبوط بطرق مختلفة ممكن نعرفها بعدين، وبعد كده نقارنه بالهبوط اللي احنا عاوزينه. لذلك بنعبر عن خرسانة الوركابيليتي بتاعتها متوسطة او جيدة بهبوط 8 سنتي مثلا. لو عايزين خرسانة الوركابيليتي بتاعتها عالية بنقارنها بهبوط 12 سنتي مثلا، وهكذا. الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن السيجريجيشن او الانفصال الحبيبي، وهو يعتبر من خواص الخرسانة او يعتبر مشكلة من مشاكل الخرسانة. هنتكلم عنها الدرس الجاي ان شاء الله. التاسك بتاع النهارده عايزكم تعملوا سيرش في اليوتيوب عن باقي الاختبارات التانية بتاعه الوركابيليتي، اللي هم الكومباكشن فاكتور تيست والفلو تيست والكيلي بول تيست والفي بي كونسيستوميتر تيست، وحاولوا تشوفوهم وهما بيتعملوا وتجمعوا عنهم معلومات بقدر الامكان. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، وشكرا.